أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. الآن نتحدث عن إعلان هاكان فيدان وزير الخارجية التركي عن انضمام بلاده لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي. اتهامات واضحة لإسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الحرب الجارية حتى الآن داخل قطاع غزة. هاكان فيدان أدان المجتمع الدولي الصامت أمام كل هذا الكم الكبير من الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. إذن نتحدث عن موقف تركي تصعيدي ضد الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن، ونرى أيضا تصريحات من قبل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يهاجم فيها رئيس تركي رجب طيب أردوغان ويدعي بأنه يحتضن الإرهابيين على حد قول وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي. عموما دعوني أرحب الآن من جديد بالأستاذ مضر الأسعد الكاتب الصحفي الذي ينضم إلينا عبر سكايب. سيد مضر، أهلا وسهلا بحضرتك من جديد. يا مرحبا، حياكم الله. سيد مضر، بداية كيف ترى إعلان تركيا انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الاتهام المتعلق بارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة؟ أخي الكريم، لا شك بأن إسرائيل منذ قيام الكيان الصهيوني بعد حرب عام 1948 وهو يمارس الإرهاب ويمارس الإجرام بحق الشعب الفلسطيني وبحق الشعب العربي عامة، لا شك بأن هذه العمليات الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني هي أفرغت فلسطين من أهلها الأصلاء، أفرغت فلسطين من الشعب العربي، أفرغت فلسطين من كل أبنائها، وحاليا هناك الملايين الذين تم تشريدهم في دول العالم، وترفض إسرائيل عودتهم إلى مدنهم، إلى القدس، إلى رام الله، إلى حيفا، إلى إيلات، إلى بقية المدن الفلسطينية. لذلك لا شك بأن تركيا كذلك هي تحاول وتعمل على الضغط على إسرائيل من خلال المنظمات الدولية، من خلال محكمة العدل الدولية، من خلال محكمة الجنايات، من أجل وقف